شكرا لك أحمد. إلى مالي، حيث صدق المجلس الدستوري على الدستور الجديد للبلاد والذي يكرس هيمنة العسكريين على الدولة الواقعة غرب أفريقيا. وفق نتائج الاستفتاء الذي جرى منتصف الشهر الماضي، فقد أيده نحو 97%، في حين بلغت نسبة المشاركة نحو 38% بحسب المحكمة العليا التي أقرت النتيجة بعد رفض كل الطعون المقدمة. ويعزز الدستور الجديد سلطات الرئيس ويمنح مكانة كبيرة للقوات المسلحة التي تحكم البلاد منذ منتصف عام 2020. الدستور الجديد يشدد على سيادة البلاد والابتعاد عن فرنسا، القوة المهيمنة على البلاد سابقا، والتقارب مع روسيا. يصف معارضو الدستور بأنه صمم خصيصا لإبقاء العسكريين في السلطة بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فبراير من العام المقبل، على الرغم من التزام مبدئي بتسليم السلطة للمدنيين بعد الانتخابات. ويعد الاستفتاء على الدستور ضمن خطة المرحلة الانتقالية في مالي بعد أن قاد الجنرال أسيمي غويتا انقلابين عسكريين في أقل من عام، مما أدى إلى فرض المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا عقوبات على باماكو شملت وقف كافة أشكال التعاون. ويعاني البلد الإفريقي من اضطرابات أمنية واقتصادية وسياسية، من بينها انتشار الجماعات الجهادية شمال البلاد وتردي الوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى معارضة القوى السياسية والدينية للانقلاب العسكري. نبحث هذا الموضوع مع ضيفنا من باماكو السيد محمد ويس المهري، الباحث في شؤون منطقة الساحل الإفريقي. مرحبا بك سيد محمد. هل هذه التعديلات الدستورية تشكل أساسا لإعادة بناء الدولة في مالي حسب ما تقول السلطات، أم أنها صممت لإبقاء العسكريين في السلطة كما تقول المعارضة؟ نعم، أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. نعم، لا يخفى على أحد والجميع يعلم ذلك أن الأسباب الرئيسية لتعديل الدستور وصياغة هذا الدستور واعتماده هو كان للقفز على الخطوة التي كانت في الميثاق الانتقالي الذي تم الاتفاق عليه مع المجتمع الدولي في 2020 حول عدم ترشح أي عضو من أعضاء المجلس العسكري للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية. ولكن أيضا هناك بعض الجوانب التي كان النظام الحاكم أو السلطات المالية تحتاج إليها، كصلاحيات واسعة للرئيس وصلاحيات أيضا للجيش بحكم الأزمة التي تعانيها البلاد، الأزمة الأمنية التي تعانيها البلاد حوالي عقد من الزمن. إضافة إلى ذلك كان هذا صاحب صياغة الدستور والاستفتاء عليه الكثير من المطالبات التي للأسف لم يتم الاستجابة إليها، وكان من أبرز تلك المطالبات بند إلغاء العلمانية. وكانت الجهات التي طالبت بذلك منها رابطة الأئمة والعلماء التي تضم آلاف العلماء في مالي، بالإضافة إلى بعض الجهات السياسية التي قالت أن العلمانية لا تناسب مالي كبلد مسلم، نسبة المسلمين فيها. وهذا ما يتبين من خلال معارضة القوى الدينية أساسا لهذه التعديلات الدستورية. إلى أي مدى نتيجة الاستفتاء بالفعل تعبر عن رغبة السكان وتأييدهم لهذه التعديلات وبقاء المجلس العسكري الانتقالي ومنح صلاحيات للرئيس كما ورد في الدستور الجديد؟ نعم، هذا الدستور منح صلاحيات واسعة للرئيس، يعني صلاحيات كانت لدى البرلمان ولدى الحكومة أصبحت كلها متجمعة في يد الرئيس. وكان المبرر لذلك هو أن البلاد تعاني من ظرف غير اعتيادي وفي حالة استثنائية، وتتطلب هذه الصلاحيات أن تكون في يد الرئيس لكي تكون استجابة سريعة لبعض التطورات والمستجدات التي تحدث في البلاد. ولكن لا ننسى أن هناك
حركة مقاطعة كبيرة حدثت لهذا الدستور، وكانت من ضمنها بعض المناطق في الشمال مثل مدينة كيدال وبعض المناطق الأخرى التي رفضت الاستفتاء وإجراء الاستفتاء فيها، بالإضافة أيضا إلى بعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق الجزائر للسلام التي رفضت الدستور ولم تصوت عليه وحتى طالبت بالتصويت ضده، بالإضافة إلى بعض الجهات الدينية التي تحدثنا عنها مثل رابطة الأئمة والعلماء ولكن التي السلطات طالبت. تقول إن نتائج الانتخابات في المناطق الشمالية ألغيت بسبب سيطرة التيارات الجهادية على هذه المناطق. بالنسبة للرئيس العسكري السيمي غويتا، هل حظوظه كبيرة في البقاء في المشهد السياسي بعد انتخابات 2024 بعد أن قاد انقلابين عسكريين خلال أقل من عام؟ نعم، الكثير من المراقبين يجمعون على أن الفترة القادمة وأن حتى الرئيس القادم سوف يكون من ضمن أعضاء المجلس العسكري، والتوقع الكبير أن يكون الرئيس عاصم غويتا بحكم هذا التعديل الذي حدث والدستور الجديد يتيح لأعضاء المجلس العسكري ومن ضمنهم الرئيس ترشح للانتخابات على أنهم مواطنين ماليين، وهذا حق مكتسب لهم مثلهم مثل المواطنين الماليين الآخرين، ويتوقع الجميع أن يكون الرئيس القادم هو عاصم غويتا والذي قد يفوز في الانتخابات القادمة أو أحد أعضاء المجلس العسكري الذين قاموا بالتحرك في 2020 أو الانقلاب في 2020، وهو كثير يجمع على هذا الشيء لأن كل المعطيات والمستجدات والتطورات وحتى الطريقة التي تم بها تعديل الدستور وحتى الأحداث الجارية في البلاد كلها تفضي إلى ذلك وتؤدي إلى هذا المسار، ويبدو أن العملية مستمرة، يعني سوف يكون أحد أعضاء المجلس العسكري أو الرئيس الحالي بنسبة كبيرة جدا سوف يكون هو الرئيس القادم للبلاد يعني، ولا يخفى على أحد. ولكن تصاحب هذه التطورات والمستجدات أيضا بعض الإجراءات التي قد تحدث في الأيام القادمة من دول مجموعة الإكوس التي تحضر لبعض القرارات حول هذا الموضوع، وخاصة إذا ترشح أحد العسكريين والذي كان بالاتفاق مع الميثاق الانتقالي الذي تم التوقيع عليه في 2020 والذي كان يمنع العسكريين من الترشح للانتخابات، وقد تؤدي هذه القرارات وهذه الإجراءات إلى صدام مع مجموعة دول غرب أفريقيا وحتى مع المجتمع الدولي الذي يطالب بعودة السلطة للمدنيين وبأن لا يستمر ربما هذا الحكم. تكون البلاد أمام تحد جديد. بالنسبة لما حققه المجلس الانتقالي خلال هذه الفترة، هل يمكن القول إنه نجح في مواجهة والحد من سيطرة التيارات الجهادية، هذه المشكلة الأمنية التي تعاني منها مالي؟ نعم، منذ رحيل القوات الفرنسية وانسحاب القوات الفرنسية وحتى الآن البعثة الأممية ميونسما بدأت إجراءات مغادرة البلاد بعد القرار الذي صدر من مجلس الأمن، بدأت العمليات العسكرية تتوسع في بعض المناطق ومن ضمنها وخاصة في الوسط وفي بعض المناطق الشمالية، ولكن لا زالت هذه العمليات لم تطال بعض المناطق في شمال البلاد، وما زالت كثير من هذه المناطق خارج سيطرة الدولة المالية، ولكن هذه العمليات العسكرية تمضي قدما وقد تحقق نتائج في الفترة القادمة، وخاصة أن الدولة المالية حصلت على الكثير وكميات ضخمة من السلاح من روسيا، إضافة حتى إلى كميات أخرى من الصين، طائرات ومعدات ومعدات رادارات وغيرها قد تساهم في إنجاح هذه العمليات العسكرية لإعادة السيطرة على تلك المناطق التي خرجت عن سيطرة البلاد في هذه الأزمة. نعم، شكرا جزيلا لك محمد ويس المهري، الباحث في شؤون منطقة الساحل الإفريقي من باماكو.